الدكتور كان صحني قال لي الناس ديال السواعده زعما عندهم مسائل كبيره، وانا بحال ديك المسائل الكبيره زعما انا الراجل هو هذاك باش ما غادي نخرج نفسد عليه، باش ما غادي نخرج ندور، يعني يكون عنده داك الشيء كبير معانا غليظه وكيعجبني نضرب اللحم، يعني فهمتي الله يقنعني والله يجي معايا، يعني العود الذكري ديالو يكون كبير هذا والحاجه طالبها، وفي نفس الوقت ملي يكون ماجي عندي ما يكونش عنده صغير يكون عنده كبير هكا باش نخاوى فيا حيت نكذب على الله حرام. كنلقى عندهم جوج سنتيم ثلاثة سنتيم، انا جوج سنتيم ثلاثة سنتيم صراحة مع غليظة ما يقدنيش والله، يعني ما طالبه شي حاجة حرام، غي انا طالبة المواصفات والشروط عندي يكون عنده كبير بحال داكشي. السلام عليكم، كي دارتو اخوتي؟ لاباس عليكم؟ بصحة لاباس. تحية المغاربة حال داخل الوطن وخارج الوطن، معكم فاطمة الزهراء من مدينة الشمال، يوتيوبرز ومعروفة على الجميع الشمالية طبعا. واليوم جيت لكم بغيت نتزوج على سنة الله ورسول الله، حتى واحد ما كيهرب من الزواج. انا ام لاربع اطفال والزوج اللي دخل حرق ما كايناش هنايا، وصافي طلقت وبغيت نتزوج على سنة الله ورسول الله. كما قلت لكم انا سبق لي وراه الناس تشاركوا معايا القصه ديالي مع سميرة الداودي، وكل شيء كيعرفني، ولكن انا كنبقى مرا بوحديتي ووحدانيه، وراكم عارفين دابا الظروف وعارفين يعني المرا بوحديتها مع بعض الاولاد كيفاش غادي دير تعيشهم، كيفاش غادي دير تكون معاهم، وانا غير في دور الكرا وما عنديش وبزاف الحوايج. لهذا كنت دخلت في اكتئاب، ومي مشيت عند الطبيب كان قال لي مالك اختي وشنو، وعاودت له هذه في الاخر قال لي خصك تزوجي، طبعا خصك تزوجي اول حاجه باش الزوج ديالك، انا الشروط ديالي خصني الزوج ديالي يهز لي ولادي في المستقبل. كلشي كيعرف طريقه الفساد والخروج على برا، ولكن انا ماشي من ديك الفئه، ماشي من الناس اللي كنخرج للزنقه والشارع والفساد، ولكن جيت لهنا ومشكوره القناه ديال الاشواق، شكرا لي بزاف حيت قناه ديال الدار واللي كتسمعنا واللي كترحب بينا. وعيطت لهم وقلت لهم انا بغيت نتزوج على سنه الله ورسول الله وبالشروط ديالي، يعني الا بغى هذا الزوج اول حاجه ما يكونش مغربي، انا ما بغيتش الجنسيه ديالي مغربي بحالي بحاله، ماشي على شي حاجه حيت كانوا عندي مشاكل، حيت كان مغربي تكرفص عليا، حيت كان مغربي وصلني للانتحار، حيت كان مغربي اغتصبني بالسيف وتزوجت بالسيف، حيت كان مغربي كان كيتاجر بيا بالحشيش وكان كيحزمني بالكي الوات ديال الحشيش وكيصيفطني وكيخدم بيا وكيترسو عليا تريكسو، كانوا كيتكرفصوا عليا والحميم مضروبه بالموس. كذلك الزوج الثاني ما لقيت معاه رباح، كذلك انا بنتي عندها 9 سنين، كان شي واحد كيبغي يتبعك كيبغي يديها اغتصبه ثلاثه المرات هو كيبغي يديها، مشيت جريت دعيت والو ما خديتش حقي، يعني كنشوف انا في المثال ديال الزوج المغربي غيتكرفص عليك وغادي يعذبك في حياتك، حتى شي الناس اللي ما عندهمش، كنهضر على الفئه ديال الرجال اللي ما عندهمش كيجلسوا على القهاوي كيتشمشوا الى اخره بزاف الحوايج، انا بغيت شي واحد اللي لاباس عليه، لهذا نصحني الطبيب خلي يشوف شي واحد لاباس عليه. وانا اختارت الجنسيه ديال الخليجيين، الجنسيه الخليجيين كما كنشوف وكنشوف يعني انا كندخل التواصل الاجتماعي وكنشوف كيتعاملوا مع المراه مزيان، بحال بزاف الفنانين مجوجين بخليجيين ومن الامارات من بزاف الحوايج، يعني ابو عبد الله ابو هلاو، يعني راه شي حاجه ما نعاود لكمش، راه كيجيب لك لي بارفان، كيجيب لك العبايات، كيجيب لك يسكنك غادي يعيشك مزيان، كثر شي في هذا الوقت اللي ما عنديش انا اللي والديا ولدوني وسمحوا لي فيها فطر وزبل، يعني انا وانا تربيه عندي 6 شهور والديا تخلاو عليا، وشكون غادي يصرف لي على ولادي؟ واش ولادي تعاودوا يتكروا يعاودوا ولادي يخرجوا لي الشارع، ولا ولادي انا في هذا المغرب ولادي ما غادي يقراوا ما غادي يديروا حتى شي حاجه، ما كاينش اللي يدخل عليا القفه، ما كاينش اللي غادي يعتقني حتى بشي درهم، وخرجت وخرجت من الربيع الاعلاميه، الناس ما كيتعاونوش مع هذا الشيء، الناس كيبغيو شي حاجه اللي ما كايناش، شي حاجه اللي غير مفيده، لهذا قررت انا نتزوج، انا ما طلبت حتى شي حاجه خايبه، قررت نتزوج، واللي بغى يتواصل معايا وبغى يتزوج بيا خوتي، حيت انا قالوا لي الدكتور كنصحني، قالوا لي الناس ديال السواعده زعما عندهم مسائل كبيره، وانا بحال ديك المسائل الكبيره زعما انا الراجل هو هذاك باش ما غادي نخرج نفسد عليه، باش ما غادي نخرج ندور، يعني يكون عنده داك الشيء كبير معانا غليظه وكيعجبني نضرب اللحم، يعني فهمتي الله يقنعني والله يجي معايا، يعني شي حاجه تكون كبيره راكو عارفين، يعني العود الذكري ديالو يكون كبير هذا والحاجه طالبها وطالبه في الشروط، تكون عنده بارط ما يكتبها لي في سميتي،
ويحط لي في البنك يحط لي 50 مليون كضمانه في عقد الزواج، يحط لي 50 مليون كضمانه وبرطبه يكتب لي في سميتي ومرحبا به. بغى لك راه عنده شي مرا اخرى الله يعاونه، المهم انا يوفر لي الشروط ديالي كاملين، وفي نفس الوقت مي يكون ماجي عندي ما يكونش عنده صغير يكون عنده كبير. بكا باش نخاوى فيا حيت نكذب على الله حرام، حيت المراه يعني هادشي ذكرنا الله سبحانه وتعالى وكاين في الكتاب ديالنا، يعني الراجل يكون كامل مكمول. انا الراجل كان ما كان انا جاو عندي عروض للزواج بالحق، مي كنتذكر معاهم كنلقى عندهم جوج سنتيم ثلاثه سنتيم، انا جوج سنتيم ثلاثه سنتيم صراحه مع غليظه ما يقدنيش. ما نكذبش عليكم يعني انا بلاتي نتفكر يتعامل معايا كشي سبع في الغابه مثلا، بحال اللي كيعمل السبع مع اللابوءه بحال هكا، يعني تكون شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي واو، شي حاجه اللي ما شاتش انا عند المغاربه بحال هكا. حيت انا الجواج الاول ما صدق ليش والجواج الثاني ما صدق ليش، ودابا انا بغيت شي سعودي. الا كتشوفني يا عبوها يا عبو عبد الله، الا كتشوفني مرحبا بك. المهم انا مغربيه وبغيتك للزواج، بغيتك للزواج على سنه الله رسول الله، يعني انا ما طالبهش شي حاجه حرام، غير انا طالبه المواصفات والشروط عندي يكون عنده كبير بحال داكشي الافلام اللي كنشوفو بحال داكشي. المهم بحال هكاك ما نخرجوش على الموضوع، المهم بحال هكاك داكشي كبير واللي يسعدني واللي يريحني وانا معاك طول العمر، ما غادي نشوف لا هكا لا هكا. الطريقه الجنسيه اللي كنبغي انا شخصيا لاي امراه كتبغيها، فنون الحرب كما كنقولوا في الكامه، يكونوا فنون الحرب، فنون شي حاجه غريبه، شي حاجه كنشوفها غير في الافلام، شي حاجه نكون انا دايره بحال شي بطه وهو يكون بحال شي سبع، فهمتي؟ بحال هكا تكون شي حاجه اللي قويه اللي تزعزع لي المشاعر ديالي اللي تخليني غير هكا مصدومه ما نقدر نمشي لها هكا لا هكا. انا كنترجاكم هالسواعده الا كنتو تسمعوا النداء ديالي. الله يعطيكم السر وتحيه ليكم، حيت نتوما كتعاملوا مع المراه زوين وكتمتعوها في الفراش وماديا. انا كنطلب راجل للزواج، هادشي اللي كاين، حيت انا فايت حرقت بولادي، انا فايت كنت غادي نموت في البحر نقدوني غير العسكر ديالنا. تحيه ليهم، تحيه للمخزن المغربي ديالنا، وتحيه لمالكنا. بالحق ما لقيت الخير، ما لقيتش الخير في ولاد بلادي، اللهم نعطيه الشيباني كما كنقولوا ديال المعنى، فهمتوا؟ بحال هكا لا كل نهار، لا كل نهار، وكثر شيء ينوض في الفجر. انا هذه الشروط من الشروط اللي كتبها في العقد الزواج، عن شرطه في عقد الزواج، ينوض في الفجر وكل نهار يعني ما بين ديك 6 و 8 كل نهار بحال هكا، ولا خاتو صحته ماشي مشكل يدير شي باستيل شي كينات كما كنقولوا باش يولي رجل من الحديد، هادشي اللي باغا. وانا على شرط الا شتو عيا وماشي كل نهار غادي نطلقو، يعني هاد العقد الزواج قابل للتجديد مع الشروط ديال 50 مليون في الكونت تاعي عاد نسني العقد، وبرطما تكون كطلع على البحر، ويعني الفراج ديالي يكون هاي هاي دكلاس، وتكون عندي جوج الخدامات، وحده كتقابل لي غير بيت النعاس ديالي وحوايجي وتنظفني انا، وحده كتقابل لي وليداتي. كقني يوتيوبرز اللي بغى يتواصل معايا باش يتعرف عليا اكثر، غادي نخلي النمره ديالي طبعا، وباش الجواد اللي بغى يجوج بيا يعيط لي في هذا الرقم اللي غادي نخليه لكم، غادي نخلي الاخ على الشاشه. وكذلك انا حيت انا يوتيوبرز اللي بغى يتواصل معايا كذلك هي القناه ديال اليوميات ديال الشماليه، اليوميات ديال الشماليه اللي بغى يتواصل معايا يجي مرحبا به. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.